العمر، منطقة البرنصية. أنا عندي شوي أرض نخدم فيها فلاحة، يعني نعاون في أولادي، ويعني شوية منا وشوية منا في الدار وفي الأولاد. عندي مثلا نزرع في الشتاء، كل موسم والوقت متاعي، يعني الشتاء فول وبطاطا، وفي الصيف طماطم وفلفل ولوبيا ومعدنوس وكرافس وبتنجيل، يعني برشا حاجات. عندي 30 سنة، صعيبة وتعبت، تعبت فيها برشا، تعبت يعني خاطرش ما عنديش مورد رزق، يعني كانت ظروفنا صعيبة برشا قاسية يعني، وأولادي صغار، يعني هذيك الفلاحة اللي نتجت منها أولادي عاونتهم شوي باش كونتهم قرو، والحمد لله تعبت. أما كي نشوف أولادي الحمد لله يعني تخرجوا، نقول الحمد لله يعني عاونتهم، ونفرح برشا اللي هم وصلوا اللي ما وصلتش ليها. أنا ما قريتش، ما كملتش قرايتي، وتعبت حتى ما أمي ماتت وخرجني بابا من مكتب، قريت حتى للثالثة بركة كهو، وكي عرست وجيت لهنا زادة تعبت. نلم حشك الحجر ونلم الشرشور وبشوي بشوي، ونخدم في الأرض، يعني نعاون في راجلي خاطر هو زادة كان عنده عائلته ومرته بايه وعائلته، يخدم ويجيب لهم للعائلة الكل، يعني ما عندهوش باش يوفر كل شيء. هاني أنا معاوناته في الدار، حتى كي بنيت الخدام ما نجيبهوش، نخلط السيمان وحدي والبغلي وحدي، السلعة نهبطها السيمان نهبطها على ظهري من الطريق للدار لوطا، والمرانة هذيك الكافة اللطانية حفرتها وحدي، والتراب نهزه وحدي، كل شيء وحدي، البناء ما نجيبش معاه خدام، أنا نخدم معاه. لا والله، لا والله، تو الحمد لله، الحمد لله، ديما نقول يا ربي الحمد لله، نعمة من عند الله، حتى تعبت تو الحمد لله يا رب. الصعوبات الموجودة، المية ما عدناش برشا المية، تو كيف تو السنين زرعتها وندمت، خطر الشيحة كل الدالة تجينا بعد 4 أيام 5 أيام، وساعات ما تجيش خلاص، ما نلقاش في القلب، خطر يحطوا الكاوتشات الكل ما نلقاش المية، نولي نتغر نسقيها من السبالة، والسبالة ما فيه جفال ما يمشيش، تزيد تشيح تزيد تيبس. الله، هي الجهة الكل ناقصة برشا حاجات، نحن الكل نفلحوا لهنا. وتوكي تعلمت من الجمعية، تعلمت نعمل الكومبوس وحدي، ونزرع مثلا ونداوي مثلا، كما احنا بكري ما نداوش، نداوي بالحراق وكل بابونج، يعني منها فيها من الخضر اللي تطلع من الثانية، كل الخضر ولا كل النوار اللي يطلع في الثانية نداوي بيه. هوري هنا في الجمعية ما كنتش نعرفها بصراحة، حتى قبل نداوي ما نداويش، نزرع بالغبار كهو، اما تو وليت نخدم فيه وحدي.